وائل رمضان. ممثل سوري لم يكن يستحق أن يكون يوماً ما في الصف الأول من نجوم الدراما السورية إلا بعد سنين وشقاء في ممارسة مهنة التمثيل التي أعطاها الكثير من حياته، لكنه أثبت أخيراً أن الفن لم يكن يوماً مهنة من لا مهنة له، بل إنه رسالة وعطاء وتحد وثبات. استطاع توثيق العلاقة بينه وبين المشاهد الذي بات مقتنعاً اليوم أنه نجم عربي وليس سورياً فحسب. وفي حلقة اليوم سنتعرف عليه عن قرب أكثر، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اسمه الكامل وائل محمد سعيد رمضان، ولد في الزبداني في سوريا لعائلة من أصول كردية يوم 7 يناير كانون الثاني عام 1972. توفي والده وهو صغير وربته والدته هو وإخوته الثلاثة. درس الحقوق لكنه لم يكمل بها، وتابع دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1996. شارك الفنان وائل رمضان في العديد من التجارب المسرحية منذ أن كان صغيرا جدا. أول ظهور تلفزيوني له كان فور تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شارك بمسلسل تل الرماد من إخراج نجدة أنزور وأيام الغضب للمخرج باسل الخطيب، وحقق نجاحا كبيرا فيهما لينطلق بعدها في مسيرته الفنية مقدما العديد من الأدوار المميزة، لعل من أبرزها مسلسلات الجمل، أسرار المدينة، سيرة آل الجلالي، الوردة الأخيرة، بكرة أحلى، كسر الخواطر، يوم ممطر آخر، عرسان آخر زمان، عطر الشام، وامرأة من رماد. اتجه أيضا للإخراج، حيث أخرج منوعات دندرما لصالح تلفزيون الوطن الكويتي، ولديه العديد من المشاريع الإخراجية مثل مسلسل كليوباترا وآخر أيام الحب. حصل الفنان وائل رمضان على جائزة أفضل ممثل الذهبية من مهرجان القاهرة الدولي مناصفة مع الفنانة يسرى، وذلك عن فيلم حكاية حلم. كما حظي بورشة عمل مع المخرج الإيطالي روبرتو باتشي في تونس للعمل على المسرح الغنائي. الفنان وائل رمضان متزوج من الفنانة السورية سلافة وخرجي، ولهم ولدان هما حمزة وعلي، علما أن الفنان وائل رمضان تعرف إلى زوجته من خلال عمله، وقد تقدم لخطبتها من والدها أمام باب منزلهم مصرا على الموافقة عليه قبل دخول المنزل، وإن رفض سيصرخ ليجمع الجيران أمام المنزل.